السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معنا في ويب كودين. إذا هذا نموذج آخر، إذا حاول تخرجوا. إذا ما كنتيش عارف امتحان كيف يدوز ولا المنهجية ديالو، رجع الفيديوهات السابقة راح نشرحنا فيه هاد القضية. من بعد تلقى التصحيح ديال الامتحانات من هنا القدام اللي انت تشوف يوم الآن وغيرها من الامتحانات. حنا نعطي لكم نماذج معينة، ولكن حنا ننصح قدر المستطاع ديال التمارين. إذا بداو.
كيف شفتوا معنا هذا راه امتحان طبقا للأصل، نفس الأسئلة اللي قلتها لكم في النموذج أو اللي شرحتها لكم هي اللي تعطاكم في هذا امتحان ديال الذاكرة لا غير. يمكنش يسول أكثر من هذا الشيء، مختلف بالدول المنهجية ومبقاوش كيعطوكم هذه ليزيماج وكيسولوا بهذه الطريقة. أما اللي عطوكم هذه ليزيماج راه يسولوا غير هذه الأسئلة وما يقدروش يسولوا أكثر منها. إذا حاول تخرج أكبر قدر من النماذج اللي حاطاهم لكم وهتلقاو حتى التصحيح سواء ديال النماذج أو نماذج أخرى لأننا شرحنا أكبر قدر ممكن. أتمنى من الله تكونوا استفدتوا، ما تنساوش ديروا جيم وتشاركوا في القناة ليصلكم جديدنا. السلام عليكم ورحمة الله.